شوفوا اللي فوق ده هعمل له ايه. انا طلعت بالعربه ونزلت بسرعه، هو مبين عنده ان انا مشيت بالعربه، فهيجي يلوت. الله يسبني يسعد رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم سولو سكواد، في فايتات حلوه هتعجبكم ان شاء الله، وفي حاجات كده بتعتمد على الذكاء وعلى التكتيك مش على المهاره. انا متعود بالرسبنه ببش على السكواد اللي كان قدامي، دلوقتي قلت اشوف السكواد اللي ورا، اغير طريقه الفايت شويه اشوف هيجي من عندي على النفق ولا هيرجع لورا ويطلع على البوابه. المفروض في سكوادين قدام، او سكواد وسولو، رسبانه سولو ورسبانه اساسيه سكواد. يبدأ بقى ياخدوا كفرات، ما مش عارف ايه، بس انا انزل نفق، هم قريبين من النفق التاني، فانا قلت انزل بسرعة وعبال ما يتأكدوا انا موجود، انا مكمبر، انا مشوفش مكان اتنين، اصلا انا وصلت تحت، حتى اذا هربوا على النفق هياخدوا وقت اكون انا لحقتهم. شوفوا اللي فوق ده هعمل له ايه. انا طلعت بالعربه ونزلت بسرعه، هو مبين عنده ان انا مشيت بالعربه، فهيجي يلوت. الله يسبني.
في سكواد هيجي دلوقتي. يا سلام، دي اجمل مسكة نفق بالمترو والله. يا سلام، تلاقي اربعة كده وسلام لو جبهات وتنزلهم بلوت الجيم. شوف، انا ضربت سموك وراي عشان لو في حد هيجي ما يبيكش عليا. الله اكبر. شوف اللي شوفه بالعادة، سكوات كامل يعني، كان ما تدينه تدان، بس مش سكوات يا ربي يعني. انا قلت لاعب واحد عملت عادة، شوف السكوات كامل جاي سحب خرب بيت يعني. تخيلوا انا هربت من النيد، هروح فين؟ طلع لوبي، طلع لوبي، ما في مجال. اذا هاك انا بينزلوش، هروح فين؟ طيب كفو عليكم، كفو اللي لسه مظبوط. انا طبعا عارف ان في سكواد سابقني، بس لازم اطلع اشوف شو الوضع. ممكن يكون السكواد متفايت مع سكواد تاني، ده انت لو تلعب سولو سكواد ده افضل وقت بالنسبة لك، بتقدر تصطاد كلات بقى. انتوا شايفين الريد زون؟ هص هص، شكل السكواد اللي فوق ده ظابط الاداء، ما شايل اللي موجود يعني، ما شكلهم قوي صراحة يعني. شوف انا بشوف هنا بستكشف، اطلعت شايفين الصناديق ومطورين كمان اسلحة وحركات، شكل السكواد قوي. اي سكواد زي كده انت لا تبوش عليه اوبن وتسمي حالك هيرو، ده تسحبه على النفق بقى، هو ده علاجه النفق، تشغل يعني تشغل ذكائك عليه.
ده تسحبه بالحيلة بقى، لأن هتلاقيهم يعني 120 فريم و90 فريم وحركات ومطورين وشغلهم مظبوط يعني. انا قتلت البوس سريع، مش هيلحق يوصل، انا كنت قتلته ولويته تمام، بس راح يجوا سكواد زي ده، بس يشوف فين لاعب، لو اخر الماب هيجي وراه. انا بقولك السكواد زي دول ما بيهزروا، بيخشوا يجمع كلات بس، يعني الدنيا عندهم ايزي، 120 فريمات بيشيلوا في اللعيبة زي البوتات. بس لو بالحيلة، اذا تلعب 15 فريم والله بتنزل اقوى لاعب بالمترو، اذا بالحيلة يعني. انا مجرب وانا عارف. ايه جايين جايين، يا نهار ابيض، عطاني واحد ام ار، شوف دمه راح فين، شوف حتى سنايبر يلعب الشباب، شوف انا عملتهم الفخ مظبوط، بس دم يا حرام يا حرام، لو دمي زايد شوية بس ما لحقت ابيك عليه، اخدت طلقة نزلت بس، شوفوا شوفوا بالاعادة، شوفوا الكدي عنده 5.6 يعني تقريبا 6، والله يلعب والله، يعني حتى بشيتهم مجحشين. بس الاخير يلعب، بس كان نزلته الاول اللي انا نزلته عطون واحد ام ار، والله شوف دخل بالمنتوف ازاي، مجحشين والله. الله يكف عليهم. شوفوا انا مسكت نفق، انا مكمبر تمام، انا مكمبر، بس الكمبره بالسولو سولو اوكي، انت كمبرت غدرت، لكن انت سولو سكواد يعني، انا نوقت واحد دلوقتي، قادر انا اروح افنش؟ مش قادر اروح افنش، فانك تكمبر بالسولو سكواد انك بس عايز تمسك نقطه ضعف السكواد، بس تنزل واحد نوك فينيش، تنزل واحد نوك يتوتر السكواد، حتى لو بيلعب السكواد سهل توتر السكواد يعني، اذا انا العب سولو سكواد عايز اقول لك يمكن احيانا بتكون اسهل بالنسبه لي من سولو سولو تمام، بس هو لكن الموضوع انا اقول لواحد انت مكمبر وقاطع نفس وهوس هوس، كيف يا اخي، انت قدامك 4 لعيبه باربع ايم قصادك، انت دمك ليفل الوحش يعني، ما بتنزل نوك ما بتتفنش، ده انت نازل سولو فهمتوا، فانت بس بتمسك منهم نقطة ضعف يعني، انت حتى لو غدرت لاعبين غدرت 3 بيبقى واحد، بيبقى 2 بتبش عليهم بيبشوا عليك بتفايت معهم يعني، مو ضروري تفايت مع الاربعة يعني، انت مهما كان يعني ما بتلعب 3000 فريم انت. اسرع نوك فينيش بالتاريخ، اللاعب ده اذا ما ساب يبقى ما عنده احساس.
هنا في سكواد ستات عند البوس، وفي واحد كان فوق كان بيقتل اللي هو الأسد الجديد ده. هما هيجوا من عندي، من حسن حظ هيجوا من عندي الأول التاني. السكواد ده يلعب بس أنا فاجئتهم ما لحقوا يلعبوا، يعني ما لحقوا، فدي نقطة ضعف بالنسبة لهم. بقى شوف الأخير بقى هو اللي يعتبر لحق. شوفوا بس لاحظني بس، شوف نزل دم فين ومطور ووضعه زي الفل. سكواد يلعب والله، يعني إذا ما غدرتهم أنا ما راح أقدر أنزلهم. يعني شوفوا واحد بس عمل فيا إيه.